إزيكم شباب؟ بتمنى لكم سنة سعيدة، سنة جديدة إن شاء الله تكونوا فيها بتحققوا كل أحلامكم إن شاء الله. هنبتدي يا شباب سلسلة امتحانات حل امتحانات إنجليش المحافظات. هنبتدي النهاردة بالمحافظة رقم واحد. بس قبل ما ابتدي، أنت دلوقتي بتشاهد قناة توب إنجليش وأنا مستر صالح. لو أنت مش مشترك اشترك في القناة وشير الفيديو لكل اصحابك اللي عايزين يراجعوا، واعمل لايك للفيديو. ما تبخلش انك تعمل لايك وانك تعلق باي حاجه انت نفسك تحلها معانا. وخلينا بسرعه نبتدي عشان ما نضيعش وقتكم. السؤال الاول في محافظه القاهره، language functions، الوظائف اللغويه رقم واحد. finish the following dialogue. احمد and حازم are talking about sports، بيتكلموا عن الرياضه. احمد بيقول لحازم good morning can I ask you some questions، ينفع أسألك شوية أسئلة؟ طبعا هيرد. دايما يا ولاد الطريقة الصح لإجابة الديالوج إنك تقراه كله الأول، مش تتسرع وتحل وتبص للنهايات. النهايات هنا في full stop يبقى دي إجابة، في question mark يبقى ده سؤال، وهكذا. طيب هيسأل أحمد، هيسأل سؤال تاني، قال له my favorite sport is weightlifting. weightlifting دي رفع الأثقال، رفع الأثقال. وهتلاقيني في نهاية كل سؤال هقول لك إيه الحاجات اللي اتعلمناها لما تتابع الفيديو كله. بس لازم تحضر الفيديو كله في النص، لأن في وسط الفيديو هكتب لك حاجات معينة اللي طلعنا بيه من الفيديو ده، إيه المعلومة اللي طلعنا بيها من الفيديو، إيه المعلومة الجديدة يعني بالتحديد. طيب قال له my favorite sport is weightlifting، رفع الأثقال. قال له weightlifting builds the muscles، بتبني العضلات. هيسأل سؤال تاني، قال له I can lift from 40 to 50 kilograms، أقدر أرفع، أنا أقدر أشيل من 40 ل 50 كيلوغرام. what about you، وأنت؟ قال له great، رد عليه بحاجة أحمد، قال له great swimming is also useful for building the body. كده احنا قريناها كلها. تعالوا بقى ليه نعمل ايه، نخمن الاجابات مع بعض. احمد good morning can I ask you some question، هيقول له yes of course، yes of course، اتفضل يعني بالتأكيد. هيسأله سؤال، قال له my favorite sport is weightlifting، يبقى على طول what is your favorite sport، ايه هي الرياضة المفضلة بتاعتك؟ What is your favorite sport؟ قال my favorite sport is weightlifting. Weightlifting builds the muscles، بتبني العضلات. سؤال I can lift، اقدر اشيل from 40 to 50 kilograms. How heavy او how much weight can you lift؟ How much weight، بس عشان السبيس صغير، can you lift؟ نعملها هنا كده، كان دي تكملة السؤال، can you lift، تقدر تشيل وزن قد ايه، how much weight can you lift. قال له I can lift from 40 to 50، وممكن اقول how many kilograms، يعني ممكن اقول how much weight او how many kilograms، ماشي الاثنين صح. طيب what about you، وانت؟ قال له great swimming is my favorite، sorry swimming is also useful for build. يبقى هيقول له my favorite sport is swimming، السباحة. طيب ندخل السؤال التاني. دلوقتي انا برشح لكم قناة مستر الجبلي عفيفي. مستر الجبلي عفيفي زي ما هي باينة قدامكم كده، مستر الجبلي مدرس العلوم بالنسبة للإعدادي، وفي الكيمياء بالنسبة للثانوي. دي قناة مستر الجبلي، هتكتب الجبلي عفيفي زي ما مكتوبة قدامك كده في الفيديو، ويا رب الجميع يستفاد من القناة وبالتوفيق. Right. Right. About right. What would you say in the each in each of the following situations؟ اكتب ماذا سوف تقول في المواقف الآتية. You are asked، هنا دي مهمة جدا يا ولاد. You are asked يعني أنت بتسأل، غير you ask. You ask أنت بتسأل. You are asked أنت بتسأل، يعني حد بيعمل إيه؟ بيسألك. فنركز على الحتة دي كويسة. You are asked to go out، حد بيطلب منك أو بيسألك إذا كنت تخرج معاه with your friend. أرفض، refuse politely giving the reason، أرفض بأدب
بس ادي سبب. هقول I'd love to، I'd love to، انا كان نفسي اروح معاك، I'd love to. واقول but I am، اي سبب، I am busy، انا اسف مشغول. طيب your sister looks worried، اختك شكلها قلقانة. You ask her for the reason، why، reason دايما بواي، why are you worried، انت ليه قلقانة. طيب your friend asks your advice، نصيحة، وخليك عارف advice بالسي نصيحة، advice بالاس ينصح. Your friend asks your advice، بيطلب منك نصيحتك. Because he is going to pass، هيمتحن يعني، pass a test. تقول له ايه؟ تقول له you should، احسن حاجة بشود، you should study well before your test، before the test، before the ايه؟ the test. You should study well before the test. تمام؟ طيب هنبقى نخصص يا شباب فيديو مخصوص للحاجتين، عشان بس ايه ما ياخدوش من وقت الفيديو كتير وما نطولش عليكم. هنبقى نخصص فيديو للكومبريهنشن، ازاي نحل الكومبريهنشن صح، قطع كومبريهنشن كتيره، والباراجراف والايميل. خلاص يبقى السؤالين دول هنسيبهم في الفيديو ده وهنشتغل عليهم في الفيديوهات اللي جايه. ندخل على بلاك بيوتي. بلاك بيوتي بيقول لي ايه بقى؟ سكوير جوردن، سكوير جوردن، اختار لها حاجة من هنا. انا اقرا سكوير جوردن واقرا دول كويس جدا، ماشي. سكوير جوردن lived in بيرتويك بارك، بيعيش في بيرتويك بارك، ماشي. اهو بنكتب 1 1 دي. ايرل سميث ده الراجل الاخير في اخر القصة اللي هيشتري بلاك بيوتي، بوت بلاك بيوتي فروم سكوير جوردن، يبقى لتر ايه. جو جرين، جو جرين، مال جو جرين؟ was جون مانليز هيلبر، كان المساعد بتاع جون مانلي، لتر اي. جينجر was a tall horse with a sad face، with a sad face، كان حصان طويلة وشها حزين، دي جينجر اللي هي نمبر 4 هتبقى بي. طيب ايه اللي انت ما استخدمتوش عشان تتأكد انت اجابتك صح؟ هتلاقيها مش مناسبة لأي حاجة من دول، خلاص، اللي هي لتر سي ما استخدمناهاش خالص. هاد ا وايت ستار اون اتس هيد، دي عايدة على بلاك بيوتي. طبعا هنا مفيش اي حاجة خاصة بلاك بيوتي، يبقى انت كده اجابتك ماشية ايه صح. طيب السؤال بعد كده، احنا اتفقنا مع بعض هيجي لنا السؤال الاول في القصة، خليك عارف كده كويس جدا. السؤال الاول في القصة هيكون عبارة عن ايه؟ اربعة ماتش وقدامهم خمس اختيارات، سؤال الماتش يعني، العمود A والعمود B، العمود A فيه أربعة والعمود B فيه خمسة، عشان واحدة تبقى زيادة عشان تلخبطك. بس أول ما تعرف، أول ما تخلص تشوف الحاجة الزيادة دي اللي هي زي نمبر C دي، وتعرف إن هي مش تابعة لأي حاجة من دول، خلاص. طيب الباقي سؤال القصة عبارة عن سؤالين، do you think، اللي هم بنسميهم critical thinking، التفكير النقدي، يعني مفيش أسئلة في القصة عادية، أسئلة إيه، what do you think، يعني تقول رأيك، بس لازم تقول رأيك من خلال القصة مش من عندك يعني. فالسؤال بيقول نمبر 1، Do you think John was right to be angry with Joe Green، يعني after Black Beauty became ill، في مرة الولد جو جرين ده عمل حاجات غلط خلت بلاك بيوتي كان مريض، وانتوا عارفينها في القصة، خلاص. هل تعتقد ان جون كان ليه الحق انه يزعل منه؟ why why not، يعني انت لو قلت yes تقول ليه، ولو قلت no تقول ليه. انا هقول نو، انا هقول نو، بيكوز جو جرين واز ستيل واز يونج اند هاز نو اند هاد نو اكسبيرينس، بيكوز جو جرين واز يونج، كان لسه صغير، اند هاد نو اكسبيرينس، ما كانش عنده خبرة. وانت لو قلت يس تقول يس مثلا because he didn't take care، ما خدش باله، didn't take care of mean of black beauty. طيب السؤال التاني، why do you think that the horses wanted to stay in the stable although there was a fire، ليه الحصانة في رأيك كانت عايزة تقعد في الاستابل مع ان كان في حريقة؟ هنا هنقول I think،
I think يعني أنا بعتقد، ده رأيي أنا الشخصي، أنا بقول كده I think because، I think because it was safe for them، for them to stay in the stable، to stay in the stable. طيب and they didn't know، ما كانوش يعرفوا، and they didn't know what was happening، هما كحسنا مش مدركين ايه اللي بيحصل يعني. They didn't know what was نقولها تاني. I think because it was safe for them to stay in the stable and they didn't know what was happening. تمام، ندخل على بيت الامتحان، نلاقي في choose the correct answer from A, B, C or D. On my friend's birthday، في عيد ميلاد صاحبي، I sent not a pair a present. عيد واحد بس، friends دي الابوستر في اس، دي عايد على الملكية مش جامع يعني، فأقول I sent him، بعت له a present. ما تنفعش طبعا I sent he أو I sent his، I sent his دي برضه ما تنفعش، I sent him. Number two, our teacher asked us، المستر طلب مننا to write a of our visit، نكتب حاجة عن زيارتنا للتمبل المعبد، نكتب ايه؟ تايتل؟ لا طبعا. كاركتر، شخصية، عنوان، أو طبعا وصف لزيارة المعبد اللي هي ايه؟ ديسكريبشن. كونكلوجن يعني خاتمة، ما تنفعش. سامح has a very loud نقط، I can hear him clearly، أنا سامعه كويس. سامح عنده ايه عالي؟ عنده فويس. طب ليه ما نقولش ساوند يا مستر؟ لأن الساوند ده صوت الأشياء، وصوت الإيه؟ صوت الأشياء أكتر حاجة، ساوند صوت الأشياء خلاص، لكن الفويس صوت الإنسان. فيس طبعا مفيش حاجة اسمها loud face ولا loud graph. It was difficult to not the car because of the rain، كان من الصعب إن احنا نعمل إيه العربية بسبب المطرة، to control، نسيطر على العربية، control. score يعني يحرز هدف، balance يتوازن يعني، hit يعني يخبط أو يضرب. Number five, to hold up a tent، عشان نعمل خيمة you can use، نستخدم ايه طبعا؟ pools، أعمدة، أو وتد، يسميه وتد أو عمود. signs، علامات أو يفط. costumes، ملابس تنكرية. flutes، الناي، لا ما ينفعوش. Ali's cousin is studying not at university، بيدرس في الجامعة، بيدرس engineers، مهندسين، انجين، موتور، انجينير، مهندس، طبعا الدراسة اسمها ايه؟ engineering، الهندسة. نيجي بقى للسؤال المهم، وده هيكون كله يا شباب، يبقى احنا هنا خدنا ايه؟ تلاتة، ست جمل قصدي، ست جمل كلهم فوكاب، مفيش ولا واحدة فيهم جرامر، مفيش ولا واحدة جرامر، لو خدت بالك كلهم فوكاب، والتلاتة الريرايت هيبقوا كلهم جرامر. يعني أنا كده بشرح لك برضو مواصفات الإيه؟ الامتحان. التلاتة كلهم جرامر. Number one، the boys couldn't finish the lesson yesterday. هنا أنا عايز نستخدم كلمة able. طيب couldn't دي لما تيجي تستخدمها مطرح able، يبقى في دي في الباست، يبقى تحط قبل able was أو were. طب الboys تاخد ايه؟ نكتب the boys تاخد weren't. طب ليه مستر weren't؟ ليه ما تخليهاش were؟ عشان هنا فوق مكتوبة couldn't، weren't able، تكملة able لازم تاخد to، وأكمل بيت الجملة زي ما هي. أقول ايه؟ weren't able to finish the lesson yesterday. Number two شباب، the secretary didn't write the letter last week، دي هتبقى passive طبعا. هنا ليه عرفنا ان هي passive؟ عشان عايز نبتدي بالمفعول به، the letter، فالباسيف في الباست اولاد بوز او وير. طب يا مستر هنا في didn't، يبقى انا اخليها wasn't او weren't. طب اجيب التصريف التالت من write written، يبقى اقول ايه؟ the letter wasn't written
the secretary last week. By the secretary last week. By the secretary. Ahmed, number three. Ahmed went to Swiss. He stayed there for 3 weeks. ايه نستخدم وير؟ وير دي للمكان يا ولاد. طالما احط وير احط وير في النص. اعزف الجزء اللي في الجملة التانية اللي قاعد على المكان اللي هي كلمة زير. يبقى اقول احمد went to Swiss where he stayed for 3 days. وحشنا كلمة ايه؟ و there. خلاص. طبعا عايز اقول لكم على حاجة يا شباب، اكتر حاجة بتشجعني ان انا اكمل في الفيديوهات وان انا اعمل لكم بقية المحافظات كلها اللي على مستوى الجمهورية، انك تدعمني بالشير واللايك، وانك تنزل بسرعة تشترك في القناة، وانك تبعت الكلام ده لكل اصحابك علشان يشوفوه، وتكتب لي في الكومنتات ايه اللي انت عايز تراجعه اكتر، ايه السؤال اللي انت بيقف معاك كتير وعايز تهتم بيه اكتر. أتمنى لكم التوفيق و good luck.